صباح الخير والسعادة عليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. يا رب أيامنا كلها سعادة وأيامنا كلها أفراح. لما زمان كانوا بيجوا يسألونا في المدرسة عايز تطلع إيه، اللي كان بيقول ضابط واللي كان بيقول مهندس واللي كان بيقول دكتور، لكن 80% من الأطفال كانوا بيقولوا أنا عايز أطلع دكتور. كتير قوي من الاباء والامهات بيتمنوا اولادهم يبقوا اطباء وبيسعوا لده. ننحني احتراما واجلالا وتبجيلا لهذه المهنه العظيمه، ولكل اصحاب المهن ننحني لها وعلى راسنا من فوق. نرجع بقى لكلامنا تاني، طلع الدكتور، نزل الدكتور، راح الدكتور، ذاكر الدكتور، تعب الدكتور، 7 سنين معاناه، 7 سنين معسكر في البيت كله، مش هو لوحده، أصحابه، ألمه ومذاكرته وكورساته، هم دول انعزل عن العالم وعمل ليه قوقعة خاصة بيه. هل ممكن بعد 7 سنوات معاناة في كلية الطب يليها سنوات أخرى الدكتور يمتهن مهنة أخرى، أو يحب مثلا مع مهنة الطب تنده مثلا ندهة الفن زي ما حصل مع ضيفتنا الجميلة الفنانة والدكتورة إيمان؟ هنعرف ده بس بعد الفاصل. نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني، انتظرونا. ورجعنا من الفاصل وبرحب بدكتورتي الجميله دكتور ايمان. اهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير عليكي. قلبت المواجع عليكي ولا ايه؟ لا خالص. صباح الخير عليكي وعلى كل مشاهدينا. انا سعيده جدا بوجودي معاكي النهارده. انا دكتوره ايمان، خريجه كليه الطب القصر العيني، عندي 31 سنه ومبسوطه بوجودي معاكي النهارده. تمام. تخصص ايه؟ تخصص جلديه. احكي لنا بقى قصتك ايه وحكايتك ايه مع الطب والفن؟ هو انا من صغري وانا صغيره كنت بحب الرسم جدا، وطبعا كان حلم حياتي ان انا ادخل فنون جميله. بس كنت برسم في ايام المدرسه، يعني ايه، حاجات بسيطه كده على فترات طويله، رسومات صغيره. يعني رسمي كان يعني مميز بالنسبه لصحابي اللي بيرسموا في حصه الرسم. كنت برسم في اللجان بعد ما اخلص الامتحانات واحل الامتحان، او ارسم في اللجنه بعد ما اخلص على ظهر الورقه بتاعه الامتحان. بس يعني كنت حاطه في دماغي ان انا يعني اجيب المجموع العالي وادخل بمزاجي، يعني مش المجموع هو اللي يمشيني ويوجهني. تمام. بس فطبعا جبت المجموع العالي، جبنا المجموع العالي خلاص خلاص. وبرده والدي ووالدتي كانوا من صغري، انا اسمي في البيت دكتوره ايمان، فخلاص هم كده يعني انا طالعه دكتوره ايمان من وانا في ابتدائي، فخلاص يعني. والمجموع جه طبعا، فخلاص هو كده. انت ما كنتيش داخله كليه طب بمزاجك؟ لا لا، مش حابه، حباها صراحه وما كنتش عايزه ادخلها انا، يعني ما كانش رغبتي. كنت عايزه فنون جميله جدا طبعا. بس هو يعني قدر ونصيب. يعني دخلت الكلية، وبعد كده بقى طبعا انشغال رهيب في الدراسة طول طبعا 7 سنين الكلية، 7 سنين مفيش غير مذاكرة وامتحانات، مذاكرة وامتحانات. اهملت الرسم طبعا فترة كبيرة. كنت برسم برضو بس يعني ايه في الكتب وانا بذاكر كده، رسمة صغيرة كده في الجنب بتاع. خلصت كليتي وبدات دخلنا كليه طب ارضاء لبابا وماما. ما كانش في اي تنميه للموهبه دي خالص؟ ما فيش حد شجعك من البيت قالوا لك مثلا ذاكري؟ لا لا، شجعوني ورسمي بس مش يبقى الكارير بتاعي، يعني يبقى الكارير حاجه والموهبه حاجه تانية. بابا كان بيشجعني جدا على الرسم، وبابا اصلا انا يعني واخده منه موهبه الرسم، هو اصلا كان بيرسم يعني وراثه. وراثه. بس بعد كده اتخرجت واخدت التخصص بتاعي، وبدات بقى ان انا احضر ماجستير. برضو طبعا الماجستير مفيش وقت رهيب، ما عنديش وقت لده، ولكن كنت برسم بس رسومات برضو ايه خفيفه كده كل فين وفين يعني. جيت في سنه من السنوات كان في دراسات حره، اللي هي فنون جميله بتعمل سنه كده دراسات حره للناس اللي هم الغير دارسين لو عايزين يتعلموا. صحابي طبعا قعدوا يكلموني وادخلي وقدمي وما يهمكيش وبتاع، بس انا المشكله بقى الوقت كان معايا صعب شويه في ماجستير مع الولاد والبيت، فما كانش صعب، كان صعب ان انا ادخل يعني. بس انت خدتينا كده بسرعه. انا عايزه اعرف امتى ندهتك ندهة الفن وخلاص قلتي انا هرسم؟ ندهتني ندهة الفن من سنتين بالظبط. حصل حاله وفاه عندي، اخويا توفى. بس لقيت نفسي بعدها برسم لوحدي يعني. بدات ارسم كده وبقيت برسم كل يوم.
يعني هو كده. الرسم بالنسبة لك وقتها الحاجة اللي بتفرغي فيها الطاقة السلبية اللي عندك. هو سبحان الله أنا كنت في صدمة من الموقف وما كنتش مستوعبة، لقيت نفسي برسم ورسمت يعني وابتديت بقى الرسم من النقطة دي، بقيت برسم كل يوم رسمة وصحابي بقى يشوفوها وشجعوني وكده. بدأت أرسم بالرصاص الأول والفحم، بدأت بورتريه بس طبعا يعني مش بعمله بقى زي الفنانين اللي هم اللي دارسين يعني. انت مش درستي ده بس الموهبه رائعه، وهنشوف اكيد الصور. ربنا يخليك. معانا نبدا نعرض صور دكتور معانا، اول فنانه بقى معانا. بس رسمت البورتريه يعني بيطلع شبه الشكل بس مش ايه مش بالظبط يعني. نتكلم بقى عن الطاقه العلاجيه للفنون. دلوقتي انت يعتبر حاله قدامنا يحتذى بها، ان انت فرغتي كل طاقتك وحزنك في الفن هو اللي خرجك في الوقت دوت من الحاله اللي كنتي فيها. بالظبط كده. نتكلم عن الطاقه العلاجيه للفنون. انا عايزه اقول ان الفن بيفرق جامد جدا جدا في ان هو بيخرج منك كل الطاقه السلبيه اللي انت حاسه بيها، وبتتحول كمان لطاقه ايجابيه. يعني انت بتخرجي كل مشاعرك وافكارك واحاسيسك كلها على بالريشه واللوحه. بتخرجي من الرسمه تحس ان انت خلاص بقى حصل، بتحولي يعني الطاقه السلبيه لطاقه ايجابيه. بالظبط. الاطباء النفسيين بيستخدموا الرسم في العلاج. طبعا حتى يعني حتى انت بمجرد ما تدي لنفسك حقها في ممارسه موهبتك والحاجه اللي انت بتحبيها، بتقدري ان انت تدي بقيه الجوانب في الحياه حقها. يعني حققتي نفسك وذاتك في حاجه معينه انت بتحبيها، هتلاقي بقيه جوانب الحياه بتعمليها بحب برضو. بتعملي حاجات البيت بحب، وكل الاسترس اللي انت بتشوفيه في الشغل او في الحياه الكورنر بتاعك بيروح تماما. كل حاجه تقدري توصلي. بالظبط كده. غير معانا الصور على الشاشه دلوقتي. نبدا معانا الصور على الشاشه. الله، رائعه. اشرحي لنا بقى كل صورة ايه؟ ده الابستراكت ارت، ده بيترسم بالنايف، وده اسمه اكريليك بورينج. ثبت الصورة؟ تمام. ده اسمه اكريليك بورينج، فن سكب الالوان. لا احنا عايزين نفهم الناس. تمام. طيب، دي اللي هو الاكريليك بورينج، ده اللي هو فن سكب الالوان الاكريليك. ده نوع من انواع الفن بيتعمل بطريقه ان انت بتصبي الالوان صب، هو بيعتمد على الكالر ماتشنج مع بتصبي الالوان صب وهي بتتشكل وهي بقى بتاخد ايه بتدخل في بعضها. طب بتظبطي ده ازاي ان يطلع بالشكل الجمالي اللي قدامنا الرائع ده؟ هي ليها كذا طريقه يعني. بس هو بيعتمد على الكالر ماتشنج مع الديكور اللي موجود في البيت، يعني تناغم الالوان. تمام. اللي فاتت كانت ابستراكت بالنايف، في رسم بالنايف، سكاكين الرسم. دي طبعا لاندسكيب، وده اكتر حاجه انا لقيت نفسي فيها جدا. ده رسم اكريليك، الوان اكريليك بالفرش، ورسم منظر طبيعي. انت بتحبي الطبيعه جدا، باين قوي في الالوان جدا. لا، الرسم الطبيعي هو اكتر حاجه انا حسيت ان انا حبيتها يعني في الاخر. دي طبعا لوحه للفنان العظيم فان جوخ. الله. اسمها ستاري نايت. مستحيل يكون ده من غير دراسه وانت بدأ بقالك سنتين بس. والله مش ممكن، لازم تتعامل الموهبه الرائعه دي بالدراسه. باذن الله. لازم تثقليها بالدراسه باذن الله. ان شاء الله ناويه باذن الله. كلمينا بقى عن اللوحه. اللوحه دي للفنان فان جوخ. هي الفنان فان جوخ طبعا كان رسم اللوحه دي في ظروف حاله نفسيه، كان هو يعني بيتعالج من حاجه، من حاله نفسيه. انت رسمتيها بقى امتى؟ في الازمه بتاعتك؟ لا 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 مش في الازمه بتاعتي. لسه رسمها قريب يعني. دي لوحه للبحر. رائع، كله طبيعه. لاندسكيب. بتحبي الطبيعه؟ لاندسكيب جدا 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 حقيقي، بحس ان هو بيخرج كل الطاقه السلبيه من جوايا. والطبيعه طبعا جميله يعني. لحظات. ده ايه بقى؟ فهد. استخدمتي ماتيريال ايه؟ اكريليك برضو، هو كله اكريليك. كل الالوان ده في الصور دي اكريليك. على كانفاس، لوحات كده بتبقى مشدوده على فريم خشب بيترسم عليها بالالوان الاكريليك او الزيت. انواع الرسم ايه اصلا؟ هو انواع الرسم في طبعا البورتريه، في اللي هو الطبيعه الصامته، بس دي معنى ما جربتهاش خالص لان هي محتاجه دراسه، محتاجه حد يكون فاهم الابعاد والمنظور والشادوز والحاجات دي، فدي لسه بقى ان شاء الله يعني لما ايه لما ابدا ادرس يعني.
طبعا في لاندسكيب، وده احلى حاجه انا حبيتها بصراحه. كلمينا بقى على الصوره الرائعه دي، اللوحه الرائعه دي ما شاء الله. كانت صوره فوتوغرافيه يعني صوره فوتوغرافيه متصوره وعجبتني وانا رسمتها يعني. هي الصوره يعني المشهد كانه من فوق من بعيد، كان انت واقفه من بعيد ومنظر الغروب من بعيد وانت واقفه كانك على جبل يعني. رائع، تناغم الالوان مش ممكن. ودي ودي هي نفسها ديت مكان اسمه لوفوتن ايلاندز، جزر في النرويج. برضو كانت صوره فوتوغرافيه والمنظر طبعا عجبني جدا. ممكن تشوفي حاجه ترسميها؟ اللي بعديها بقى نعرض بقيه الصور اللي معانا. دي برضو مستوحاه من الريف السويسري اللي انا بحبه جدا. رائع رائع رائع. الريف السويسري طبعا من الاماكن، منظر البيوت ومنظر طبعا من الاماكن اللي هي جنه الله في الارض يعني، السماء الله على الجمال. ده ايه ده برضو لا احنا عايزين نشرح وعايزين ايه ده. الابستراكت ده اللي هو بيترسم بالنايف، في زي سكاكين رسم كده مخصصه للرسم. بنرسم بيها بقى اللي هو نوع الابستراكت ده، دي يعني في الاخر تشوفيها كانها فراشه. دول برضو ابستراكت برضو بالنايف، دول يعني زي لاف ستوري كده، اللوحه الاولانيه البنت لوحدها والتانية الولد لوحده وبعدين اتقابلوا في الاخر. في معانا صور تانية القواقع والطبق مكسور بنعيد تدويره، انا يا ريت تعرضوا لنا الصور دي. ودي برضو الجليد الشتاء والجليد. لا دي برضو لوحه للفنان فان جوخ برضو اسمها القيلوله. الله، اشرح لنا الدنيا فيها ايه. لا نرجع للوحه اللي فاتت بعد اذن حضراتكم. دي ابستراكت برضو ورده، شكل بوكيه الورد بالنايف برضو. تحفه تحفه. ده اللي هو اللافندر، حقول اللافندر. هو هو الطبيعي يعني، هتلاقي معظم الرسومات طبيعي كلها الطبيعه. ودي الغروب طبعا، ده احلى منظر انا بحبه. الله رائع رائع رائع. الوان السماء الاورنج مع الاصفر ووقت الغروب. ده رسم على جذوع، جذوع شجر بتبقى متقطعه كده واحنا بنستنى عشان بس تعلق على الصوره. صوره نرجع للصوره اللي فاتت تاني. ده جذوع برضو. ده برضو رائع جزوع. رائع، ده مختلف ده جدا. هما دول رسم على جذع شجر. عارفه بيحس ان انت دمج الطبيعه مع الرسمه، يعني لون الخشب واللون البني وشكل وملمس الجذع بيبقى جميل. ده ايه بقى؟ ده بازل صغيره كده بتاعت ولادي رسمت على ظهرها. انت استغلتي بتستغلي كل حاجه. ده ايه؟ دي رسمه يعني زي ما تكون خياليه، وده برضو ابستراكت، دي يعني برضو من خيالي بس دخلت احساس السحب. ده ابستراكت برضو، ده الخريف. رائع 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 رائع. جربت في الاول برضو رسمت على الزلط والصدف. اول ما بدات الرسم الابستراكت بدات على حاجات صغيره كده. ايه اول صوره رسمتيها؟ اول لوحه رسمتيها ايه؟ اول لوحه رسمت زوجي بورتريه. كان طالع يعني شبهه شويه. مش قوي بس شبهه في البورتريه. بعد كده بقى بدات اجرب الالوان السوفت باستل. عايزه تعملي ايه بعد كده؟ عايزه طبعا اتمنى ان انا افضل ارسم طول حياتي. عايزه قلتي لي كلمه رائعه، الرسم في قلبي، واحنا بندردش قبل الهوا يعني. فعلا حاسه ان انا ما اقدرش اعيش من غير الرسم فعلا من دلوقتي يعني، من اول ما بدات لحد ما ان شاء الله يعني ربنا يبارك في عمرنا. نفضل نرسم على طول ونفتح جاليري هتنمي الموهبه دي ازاي؟ هتعملي دراسات؟ باذن الله في دماغي الموضوع، بس ايه خلص الماجستير. لان الموضوع يستحق بصراحه، الصور فوق الرائعه. ربنا يخليكي، ربنا يبارك لك يا رب. ناويه باذن الله ان انا اعمل دراسات حره في الفنون الجميله مع مجال الطب. مع مجال الطب. لا احنا عايزين دكاتره شاطرين زي حضرتك. ربنا يخليكي. باذن الله هستمر في الاثنين يعني ان شاء الله. رساله بتوجهها لكل اب وكل ام بيجبروا ابنهم على مجال بعينه. لا بابا وماما هيزعلوا مني دلوقتي. لا هو بجد هو فعلا نصيب يعني، انا لو مش مكتوب لي عند ربنا ما كنتش هدخل يعني. بس هو فعلا لا يعني الانسان بيكون طالما في حاجه بيحبها وعايزها ينجح فيها يعني. انا ممكن اكون دكتوره في الفنون الجميله، مش شرط اكون دكتوره طبيبه.
بس عايزة اقول لكل حد بيمارس اي هواية عنده ما تيأسش ابدا، وابدأ حتى لو الوقت اتأخر. لا مفيش حاجة اسمها الوقت اتأخر، ابدأ في اي وقت طالما عندك الشغف والرغبة الداخلية هتوصل بإذن الله، وهتتحقق اللي انت عايزه. حتى لو برضو يعني حتى لو وقتك قليل ومش لاقي وقت لممارسة هوايتك، لا حاول تنظم وقتك وخصص وقت حتى لو ساعة في اليوم. حقيقي بتفرق جدا جدا في حياة الواحد على الجوانب الأخرى كمان، يعني بتحسن من الجوانب الأخرى. أكيد. معانا فيديو للدكتور نعرضه. ما شاء الله عليكي، اللوحات رائعة، فنك رائع. أي حد بيتفرج هيقول ده من سنين. أنا عايزة أقول رسالة لكل أب ولكل أم، ما تجبرش أبنائك إن هم يدخلوا مجال مش حابينه. ممكن يبقى زي الدكتور كده بيتعامل بعقلانية وهيذاكر وهينجح وهيجتهد، وبعد كده هيشوف المجال اللي هو حبه خلاص تمام. في حد تاني ممكن ما يقدرش، هيفشل، هيتراجع، هيقول انت اللي دخلتني المجال ده وانا مش حابه. وبرده لكل الابناء اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، صدقوني صدقوني صدقوني، هم بيبقوا شايفين لبعد كده، هم بيشوفوا لسنين قدام. فحاولوا تعملوا اللي انتوا عايزينه وتمسكوا العصاية من النص ترضوهم، وفي نفس الوقت تعملوا برده اللي انتوا عايزينه. الفيديو جاهز معانا؟ اتفضل. مش ممكن، رائع، فنانة شاملة فعلا. كنت فنون جميلة، فنون جميلة يعني. بس هو النصيب. اولادك بقى هتعملي معاهم ايه؟ اولادي، لا طبعا اولادي هسيبهم يختاروا الحاجة اللي هم شايفين نفسهم فيها وحابينها وعايزينها. حتى لو اختاروا طب عن ارادتهم هسيبهم يعملوا الحاجة اللي في رغبتهم، يعني عشان ينجحوا فيها ويتوفقوا فيها ويبقوا مستمتعين وهم بعد كده بيدرسوها. لو حابة تشكري هتشكري مين؟ طبعا عايزة اشكر والدي والدتي طبعا. عايزة اقول لهم يعني اكيد استفدت من الطب برضو. واشكر زوجي جدا جدا دكتور خالد. هو دايما اللي دعمني في الرسم وبيشجعني، ومن اول مره رسمت وهو بيقول لي ارسمي تاني ويطلع لي حته، لا عدلي الحته دي محتاجه تتظبط. عايزه اشكره جدا جدا الحقيقه، يعني من غيره ما كنتش هقدر ان انا ارجع تاني لموهبتي مره تانية. تمام، اوكي. لو مثلا حد داخل كليه وهو مش حاببها، توجهي له رساله تقولي له ايه؟ لا ما تعملش في نفسك كده. لو هو بادئ لسه، لا يرجع طبعا. يعني ليه اصلا احنا ناخد الخطوه من الاول اللي ممكن نندم عليها بعد سنين طويله وما نقدرش نتراجع؟ خلاص يعني الواحد خلاص بعد ما مشي في طريق بتيجي في مرحله انت يعني بيصعب عليكي كل الفتره اللي عدت منك، فليه اوصل نفسي للمرحله دي؟ لا، نختار صح من الاول الحاجه اللي احنا حابينها وعايزين نكبر فيها، ولو في حاجه فعلا احنا متميزين فيها نختارها، لان احنا هنتميز اكتر. مش نختار حاجه عكسها تماما. اكيد. بالظبط كده. اكيد. احكي لنا عن معاناتك في كليه الطب اول ما بداتي، اول يوم دراسه. اول يوم رجعك بقى بالذاكره. عيط. قعدت اعيط طبعا. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ والمشرحه يعني انا اصلا شخصيه، انا عندي اتنين اطباء خالص الحاجات دي. انا والله عايشه ده. يعني اول مره دخلت المشرحه اتصدمت، يعني جثث بقى وناس ميته، واحنا المفروض ان احنا بقى ايه نذاكر عليهم يعني. فبالنسبه لي الموضوع كان صدمه جدا. اخدت ركني كده وكرسي وقعدت اعيط في المشرحه، ولقيت بقى كل الناس واقفه حوالين الجثه ايه عايزين يعرفوا، يعني اللي هو لا مكانك مش هنا. بس الدنيا يعني مشيت شويه معايا في الاول، بدات اتاقلم يعني. لا احنا عايزين الخطوه اللي بعديها. امتى قلتي لا خلاص انا دخلت لازم انجح في المجال؟ هو خلاص انا سنه كام؟ في سنه كام؟ هو من اول ما دخلت، يعني من اول ما دخلت خلاص انا دخلت، وده مشوار ربنا كاتبه لي واتحطيت فيه فمشيت فيه، يعني مشيت فيه. بس كنت في الاول بقى يعني ما كنتش بفكر ان انا ارجع للرسم بقى زي دلوقتي يعني. بس هو سبحان الله الحادثه اللي حصلت لي دي هي الدافع القوي لان انا ارجع تاني ارسم بعنف كده. بابا وماما ما قالولكيش يا ريتنا كنا دخلناكي، ولا هم مكملين؟ هم بيقولوا لي طبعا، يعني هم بيشجعوني جدا ان انا اكمل في الرسم. بس هم شايفين ان الطب برضو حاجه فادتني يعني. وهو فعلا أكيد الطب اكيد فادني برضو. اكيد طبعا. طبعا.
فامشي في الاثنين ان شاء الله. لحظه التخرج اكيد ضيعت التعب اللي فات كله. يوم ما يتنسيش بصراحه لحظه التخرج ده، يعني من احلى الايام فعلا، اللي انت خلاص بتحسي ان انت خرجتي بقى بره عن بابا وماما. احنا عايزين نعيش المشاهدين في اليوم ده معاكي قد ايه حقيقي، بعد يعني 6 سنين ونص معاناة ومذاكرة وامتحانات وستريس دائم. يعني الطب فعلا بيخلي الدكتور ينفصل تماما عن اهله، يعني انت حياتك كلها مذاكرة الضغط وامتحانات. الضغط في البيت، كلمينا الاول عن الضغط في البيت، كان شكله ايه؟ كانت حياتك عاملة ازاي؟ مذاكرة، ما بتحضريش اي مناسبات يعني. لا اصل عندي الباب مقفول ومعمل على طول من ثانوية عامة من ثانوية عامة وخلاص على طول. في اي حاجات بتحصل بتفوتك كتير، خروجات بتفوتك، مناسبات بتفوتك، انت وراكي امتحانات دائمة، انت خالقة لنفسك حياة تانية خاصة. حياة تانية فعلا، الدكتور فعلا يعني حاجات كتير جدا بتفوته في حياته الاجتماعية بسبب الدراسة بتاعته يعني. فبس الحمد لله. بشكرك جدا يا دكتور، اتكلمنا ودردشنا ورجعتك لذكريات جميله، وانا اتبسطت معاكي جدا. أنا سعيده جدا بوجودي معاكي فعلا، وانا والله اكيد هنتكلم تاني ونشوف بعض تاني باذن الله. بس المره الجايه تبقي دكتور ايمان استشاري جلديه بامر الله ان شاء ربنا باذن الله. بشكرك جدا، اسعدتيني وافدتيني وفرجتيني على صور رائعه. تسلمي تسلمي، انا اسعد، ربنا يخليك يا رب. بشكركم مشاهدينا الجمال على حسن متابعتكم ليا، وبشكركم على دعمكم الدائم على صفحتي. انتظروني في حلقات كتيرة وجديدة ومتنوعة من صناع السعادة مي رفاعي، عشان سعادتكم تهمني.